احنا كنا نجيو نقراو في ليكول هذا وينه الدوار تاعنا عايزين عدد السكان 26 عائله راني دايرها هنا راهي بالقائمه. اولا اللي طالبوا بها كهرباء ثانية ماهوش بعيد علينا بزاف، بعيد علينا كون كاسر المحجره هذه وينه بعيده علينا كيلومتر، رانا دايرين كابل من هنا تروح ليه بيست تروح رانا نقول حاجه كاين بحال مسافه بين الان والقريه 4 كيلومتر 4 كيلومتر. حنا ماناش نطالبوا سيدي الوالي باه نخدموها ريفات ولا نخدموها طابي، حنا رانا نطالبوا بها غير ماهيش عارف غير بالكرافلات ديروا لها روفاتمون اوفرتير دو بيست على الاقل اوفرتير زياده على ذلك. هذا الدوار هذا وين الدوار هذا تاع عين زيت منا مقبوبه كاين دوار عين زيت من عين زيت لعين سفيان، من عين زيت لعين سفيان كاينه 2 كيلومتر كاينه 2 كيلومتر من ثم احنا باه نروحوا لواديلي نجوا هنايا وندوروا هكا عندنا نروحوا لعين سفيان نروحوا لواديلي خير من بلاش يعني اللي نفتحوها من مقبوبه عين الزيت عين سفيان احنا اوفرتير دو اوفرتير دو بيست ثالثا سيدي الوالي خاصنا بناء ريفي حصه من البناء الريفي ولا واحد استفاد من المنطقه من البناء الريفي عدي لا 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 تهضر على قريتك مشكور بارك الله فيك انا نهضر على البلديه بارك الله فيك رئيس البلديه بدي يهضر على البلديه ولا نتكلم على الاولويات اللي رانا رانا حاسين نعاونوا لا 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 حاسين نعاونوا جينا هنا باش ندعموا هذه زياره من الزيارات وهذه المقاربه ما نقدروش نشوفوا هو كان يحكي قبيل عنده 26 دوار وقلت له باللي لكل دوار اولوياته ثاني الله يحسن العون كما قلت سيدي تسمح لي تسمح لي معليش 26 دوار احنا رانا حاسين عاونوا عدوا الغاشي بزاف صح كاينه حاجه واحده الدوار هذا وينا احنا كنت تونسنا غير بحاجه واحده احنا الاولى اللي على الاقل اولويه الاولى اللي هي لابيست لا لا تريسيتي هو الاول تريسيتي هو الاول تريسيتي